من أكتر الموضوعات اللي شغلة الناس على السوشيال ميديا مع بداية السنة الجديدة هي طبعاً الضغوط النفسية اللي بنواجهها، وعشان كده شفنا عدد كبير من الفيديوهات اللي بيتكلموا عن المشكلة دي وبيسألوا إزاي نقدر نواجهها، وهل المشكلة الأكبر منها هي الأوفر ثينكينج ممكن تتحل ولا لا؟ والأوفر ثينكينج هو التفكير المستمر اللي مش بينتهي واللي بيكون نتيجة طبعاً كتير برضو من الضغوط النفسية. وعشان نحل المشكلة دي ونقدر نقدم نصايح مفيدة ممكن كتير مننا يستفاد منها مع بداية السنة الجديدة، هيكون معانا مداخلة دلوقتي مع الدكتور وائل خفاجي استشاري الطب النفسي. اهلا بيك يا دكتور. ازي حضرتك يا فندم؟ ازي حضرتك؟ الحمد لله. في البداية يا دكتور، هل الضغوط النفسية هي اللي بتسبب الاوفر ثينكينج ولا العكس؟ في اغلب الوقت يا فندم الاوفر ثينكينج هو يعني بيبقى غالبا هو المفتاح، لان الشخص بطبيعته بيبقى شخص قلق، في ناس الشخص بيبقى عايز يعمل حاجات كتير، نفسي اعمل واعمل واعمل، بس يجي يساله السؤال الاساسي انت عايز ايه؟ ما توصلش الحاجه الاساسيه، تيجي تقول له انت عايز حاجات كتير، ايه هي اولوياتك؟ ما بقاش عارف. فطبعا ده بيخلي الشخص على طول افكار متطايره، افكار مش عارفين نلمها، وبعدين بعد فتره يحس ان هو كان عنده حاجات كتير عايز يعملها وما عملش فيها حاجه، ما فيش اي انجاز. فيجي له احباط ويجي له حاسس بالقلق ويبتدي يتضغط، ومفروض انا اعمل ايه؟ انا المفروض اعمل حاجات وفي حاجه بتحصل. هي بتبقى بتوصل واحد ان هو في دايره مغلقه، بيبقى فالقلق او الضغوط ان هو الضغوط دي ممكن تبقى نابعه منه هو شخصيا ان هو عايز يبقى احسن، عايز يغير حاجه بس مش عارف عايز يغير ايه. الخارجيه بس الناس كلها بتقضى عليه المفروض تعمل المفروض تسوي، ومشكله اصلا الشخص ايش عارف هو عايز ايه. فلو احنا عايزين نقول مشكله اوفر ثينكينج اساسا هو ان الشخص عنده طاقه، عنده افكار كتير ومش عارف يحدد هو بالظبط عايز ايه. وممكن برضو يا دكتور يكون قلق. ما طبعا القلق، لان الناس اللي عندهم قلق بنسبه كبيره جدا هم الاوفر ثينكينج عندهم اعلى من الناس العاديه. فالقلق ممكن كمان يكون بيعمل اوفر ثينكينج زي ما بيقولوا، ان انت بتفكر بزياده طول الوقت كان مخك مش بيوقف. بالظبط، يبقى واحد هيقول لك مخي عامل زي المكنه او صنع او يدخل ينام يبتدي الافكار تزيد عليه بالليل. بالظبط. بس برضه عايزين نحدد حاجه مهمه جدا. اتفضل. احنا بطبيعتنا ربنا خلق جوانا القلق، القلق ده ربنا خلقه جوانا يحمينا، يخلينا مستعداد عشان يحمينا. بس لما الموضوع ده بيبتدي نحده بطريقه بيبقى ساعتها ضار. فاحنا عشان نقيم نقول الشخص ده عنده قلق او حاجه مرضيه او لا، لازم حياته وبيته وشغله يتاثروا، لكن طول ما انا بروح بحياتي وشغلي شغال ودنيتي شغاله بس قلقان فعادي، ما اقدرش اصنفه ان هو مرض، بس القلق زي ما يقول ايه بيضغطني او بيزقني ان انا اقعد افكر كتير. طب دكتور ازاي نقدر نتخلص من الاوفر ثينكينج؟ لان في ناس فعلا الموضوع بيوصل معاها لمراحل صعبه جدا، يعني ممكن يوصلوا ان هم مش عارفين يناموا بالليل، عندهم ضربات قلب، يعني انا عارفه ان هي كل حاجه بتبقى مراحل وبتبقى كل حد على حسب من شخص للتاني، بس بجد هو ممكن يوصل لحاجه كبيره جدا. بصي يا فندم، هي الاعراض اللي هي واحد بيحصل ضربات قلبه سريعه، مش عارف ياخد نفسه، بيجي له تنميل، زغلله، اعراض زي كده، الاعراض جسمانيه، وساعات بيدخل في بعض الناس لما دي بتزيد صحه حاجه زي بانيك اتاك او نوبات هلع. ده بيبقى كله له علاقه بالقلق. بس الفكره انا عشان خاطر اتعامل مع الاوفر ثينكينج محتاج ابسط حاجه بقول لواحد هات ورقه وقلم وطلع افكارك كلها. لان غالبا الافكار وهي جوه دماغي بتبقى واخده مساحه كبيره قوي او واخده مساحه مش حقيقيه. فلما بحطها في ورقه وقلم واقعد اكتب ده بيخلي الدنيا عندي اوضح. صح. بيخليني اعرف افكر. وبعد ما احط اهدافي ابتدي بعد كده افكر انا عايز ايه؟ وايه مميزات وعيوب كل هدف من الاهداف؟ وبعد ما احط وابتدي ارتب ابتدي اشوف بقى مين هبدا بيه ومين لا. مين انا عايزه فعلا ومين لا؟ هي الفكره كلها ان انا بقعد محتاج ان انا اقعد مع نفسي اعمل حاجه زي كده. لكن هي الفكره ان عندي افكار كتير ما اعرفش اقول له خلاص خد وقتك، خد اسبوع، خد وقتك اثنين، خد وقتك واقعد اكتب وقول انا عايز ايه. فكره ان انا ارتب افكاري ده اساس عشان اعرف اتحكم فيها. يعني حضرتك ممكن تكون بتقولي ان التغلب عليه ممكن ما يكونش محتاج دايما طبيب نفسي، ولا ممكن لا. الشخص يقوم بتمارين معينه مع نفسه زي ما حضرتك بتقول يجيب ورقه وقلم؟ انا في الاول بمسك ورقه وقلم وبقعد اقول، بس ببتدي بعد كده مش عارف اوصل لنقطه والقلق بيبقى مسيطر عليا. زي قلت لحضرتك عشان احدد ان الشخص عنده مرض نفسي او عنده اعراض يحتاج زياره طبيب نفسي لما حياته وبيته وشغله يتاثر. طول ما دول مستقرين احنا تمام، طول ما هو بيزود فانكشننج او شخص بيتفاعل وبيتعامل مع المجتمع ومع اهله وبيروح وبيجي ودنيته ماشيه، حتى لو في شويه قلق هو ممكن يقعد مع نفسه يرتب افكاره ويقعد يرتب، ممكن يتكلم مع حد صديق ليه او حد بيثق فيه ويتناقش معاه، لكن عشان اروح لدكتور نفسي بس لو الاعراض عندي ازيد شويه. يعني احنا ممكن نقول ان الاوفر ثينكينج ده مش واحد من الامراض النفسيه اللي محتاجه علاج. لا يا فندم، الاوفر ثينكينج مش مرض. اوكي. ممكن يبقى عرض. طيب لكن دكتور مش مرض. اوكي.
طيب دكتور، بما اننا في بدايه سنه جديده، ازاي اي حد مننا بيمر بظرف صعب، سواء بقى كانت تجربه او فشل او فقد انسان، يقدر يتعافى من ده ويبدا السنه الجديده بشكل مختلف؟ احد يا فندم الحاجات المميزه جدا في حياتنا هي فكره البدايه. بيبقى كل يوم بالنسبه لنا الصبح بدايه جديده، الشهر بدايه جديده، السنه بدايه جديده. الفكره ان الشخص عنده حافز ان انا اتغير واغير. الفكره ان الله لا يغير ما قوم حتى يغير بانفسهم. انا عشان اتغير محتاج اعمل تغيير، فالتغيير اللي اعمله ده انا عندي بدايه، ففرصه جديده. احنا عايشين الحياه هي مره واحده، الحياه هي مره واحده، فرصه واحده، لكن بما انا عايشها فعندي فرصه ان انا اجرب اي حاجه. عشان اتغلب على الاوفر ثينكينج مش عيب ان انا اقول انا عايز ايه واجرب واشوف، وبعد كده مشيت في خطوات واديت نفسي فرصه في حاجه لقيت نفسي مش عاجباني، مش عيب ان انا اقول الفكره دي ما كانتش انسب حاجه ليا واصح فكره واشوف واحده غيرها، لان في الاخر ده جزء من الحياه. مظبوط. ان انا اوفر ثينكينج ده انت وده شخصيتك وده حاجه ان واحد بيدور بحث البحث عن الذات عشان يبقى حد سعيد في حياته. طب دكتور، هل كل الصدمات اللي بنتعرض ليها وخصوصا صدمات الفقد بنحتاج ان احنا نروح فيها لطبيب نفسي ولا لا؟ ساعات بيبقى الفقد يا فندم اكبر كتير من ان هو شخص مهم بالنسبه له، فساعات بيبقى الشخص مش عارف يعبر ازاي، ساعات لما مثلا يقول لك ما الناس اللي حواليا حاسه بنفس احساس الفقد زي زيهم، فهتكلم معاهم مع مين؟ ساعات بيبقى محتاج ان هو يطلع الطاقه السلبيه اللي جوه. ساعات بيبقى محتاج يتكلم مع الدكتور يعبر عن مشاعره، عشان ساعات بيبقى محتاج ان هو يخرج الطاقه السلبيه والشحنه اللي عنده. طيب الحياه مليانه بالضغوط النفسيه، ازاي نقدر ان احنا نتعامل معاها من غير ما نخليها تاثر علينا او تاثر على تعاملاتنا مع الناس اللي حوالينا؟ الضغوط النفسيه دي حاجه حياتيه، جزء من الحياه الطبيعيه جدا اللي خلق الانسان في كبد. فاحنا الضغوط بتاعتنا ممكن تبقى ابسط حاجه ان انا ماشي في الشارع الجو حر، الضغوط، مذاكره، امتحانات، انترفيو، مقابله مع المدير، حاجات كتير. حياتنا كلها لو احنا اختبارات وضغوطات بشكل ما، فلازم نبقى فاهمين ان كده كده هتعدي. كده كده مهما واحد ضغط فتره هتعدي، مهما كانت الدنيا زنقت معايا شويه هتعدي، مفيش حاجه ما بتعديش. الفكره لازم افهم ان كل بدايه اكيد اللي هيبقى ليها نهايه، لكن هي فتره انتقاليه الشخص بيحتاج فيها ان هو يتاقلم على الوضع لغايه ما يشوف الدنيا الانسب له. كل ما الانسان بيكبر ويتعرض لنفس الضغوط او ضغوط شبيهه يبتدي عنده مهارات وقدرات ان هو يتعامل معاها اسهل. طبعا. فبعد كده في المستقبل بتبقى بالنسبه له الموضوع عادي. صح. طيب من اكتر الحاجات اللي الناس بقت بتتكلم فيها على السوشيال ميديا انه حرب غزه اثرت فيهم نفسيا بشكل كبير، لدرجه ان في ناس فعلا بقت عايشه جوه حاله من الرعب، ازاي الناس دول يقدروا يتخلصوا من التاثير ده؟ طبعا الوضع اللي حاصل في غزه طبعا حاجه يعني مؤلمه جدا ووضع صعب جدا، وربنا يكون في عونهم جميعا يا رب. هي طبعا بالنسبه لنا ان احنا بنبص ان احنا الناس دي صعبان عليا او انا نفسي قوي هو احسن، اللي احنا فكره ايه اللي في ايدينا نقدر نعمله؟ هو ده السؤال. هو طبعا وضع قائم كان بيحصل قبل كده ونتمنى ان ربنا يعديه على خير. امين يا رب. طبعا لينا دعاء وليهم الدعاء وليهم ربنا يدعمهم. ساعات بيبقى بتقدم تبرعات، اللي يقدر يعمل حاجه في ايده بيعملها، في حاجات بتتعمل، لكن فكرتنا احنا ان احنا كانسان كبشر كانسانيه نحس بالامهم ده حاجه طبيعيه جدا، واحنا فعلا نتعاطف معاهم بقلبنا وبكل حاجه طبعا. طبعا. لكن فكره ان ساعات الناس بيجي لهم فكره الخوف ما ده ممكن يحصل لي، هو ان شاء الله يعني مش هتحصل الدنيا او حاجه وان شاء الله ربنا يعديها بخير على الناس جميعا، بس هي فكره ان الموضوع بيبقى طبيعي لان ده رد فعل طبيعي للمشاعر، لكن لازم نبقى فاهمين ان في الاخر هم ربنا نزل عليهم صبر، ربنا اداهم قدره ان هم يتحملوا، هم اتعاملوا هم بيتعاملوا مع الضغوط بشكل مختلف، حتى الابحاث اللي اتعملت على الناس اللي ساكنين في غزه او الفلسطينيين بوجه عام مقارنه بالعالم كله، لو تفاعلهم مع الضغوط ومع القلق ومع الخوف والكلام ده كله مختلف شويه طبعاً. عنينا كبشر. مظبوط. ان هم طبعا في ازمه من سنين فهم ناشئين بشكل مختلف. صح. طبعا يعني ربنا يكون في عونهم ويثبتهم ان شاء الله، واي حد يبقى قلقان لازم افهم ان في الاخر هي ضغوط، وربنا زي ما مثبت الناس دي ربنا بينزل ثبات علينا في الكلام. دكتور وائل خفاجي استشاري الطب النفسي، بشكر حضرتك جدا. وبكده نكون خلصنا فقرة سكوب.